طيب، مذهب القدرية الذين ينفون القضاء والقدر هل يحكم عليهم بالكفر؟ العلماء فصلوا، قالوا: من أنكر المرتبة الأولى وهي العلم، من أنكر المرتبة الأولى وهي العلم وقال إن الله لا يعلم الأشياء قبل وجودها وإنما يعلمها إذا وجدت فقط، قبل أن توجد الله لا يعلمها، هذا من قال به كفر، لأنه نفى علم الله جل وعلا. لكن يقولون إن الذين يقولون بنفي العلم إن انقرضوا من المعتزلة وهم كفار لأنهم نفوا علم الله. أما بقية المعتزلة فيثبتون علم الله جل وعلا الأزلي، يثبتون علم الله لكن ينفون القدر، فهم أهل ضلال ولا يصلون إلى حد الكفر، يعتبرون أهل ضلال لأنهم أثبتوا علم الله جل وعلا وأثبتوا الكتابة في اللوح المحفوظ، وإنما نفوا أفعال العباد، يعني أثبتوها وغلوا فيها وقالوا إنها تقع بغير إرادة الله ومشيئة الله جل وعلا، فهم ظلوا في هذا، وهذا موجود ومستمر، هذا موجود ومستمر في المعتزلة ومن أخذ مذهبهم من الطوائف الضالة.